السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي قناه اوبريم. اليوم ان شاء الله غندير هذا الفيديو خاص للرضع اللي كملوا 6 شهور، يعني كيبداو كياكلوا. خصوصا هذا الفيديو درتو للامهات الجداد، يلاه عندهم الوليد الاول ولا البنيه الاولى كيوصلوا 6 شهور ما كيعرفوش شنو يعطيوهم، ما تيكونوش عندهم تجربه وما كيعرفوش. انا غادي نبقى ندير هذا بحال هذا الفيديوهات باش كيستافدوا معايا الامهات الجداد. عندي هنايا تفاحه وبعويده والشوفان، هذا الشوفان راه زوين بزاف صحي، كيصلح للعظم، كيرضع، كيكون عظم اللي كيكون قوي، يعني ماشي بحال هذاك شحال من واحد غير تيطيح تيتهرس، تيكونش عنده العظم قوي. هذا الشوفان يعني كيصلح بزاف للعظم، مزيان صحي. دابا عندي غادي نقي التفاحه وغادي نقي هاد البعويده هذه صافي. من بعد ما غسلت هاد البعويده التفاح كنقطعوها هكذا طريفات باش دغيا كيطيب، كياخدش معنا الوقت. كنديرو في كاسرونه وكندير عليه الشوفان بعد ما غادي نغسلو، غنوريكم الطريقه باش نغسلو. كنديرو في هاد الصفايه هادي ديال القهوه وكنديرو تحت الروبيلي كنشلو، عاد باش كنديرو على قبل الغبره ولا شي حاجه. ولكن هاد الشوفان ما تشريوهش العبار، شريوه ديال الكرتونه، ما تشريوهش العبار لان العبار تيكون يعني غير معرض للغبره والوسخ، شريوه ديال كيكون حافظ في العلبه ديالو. صافي غادي نديرو وغادي ندير الماء واحد، حيت راه التفاح ولا البعويد دغيا كيطيب، والشوفان خلاص هو دغيا كيطيب 10 دقائق كيطيب. غادي ندير غير كاس متوسط ديال الماء، هاد الكاس هذا درت صافي. وغادي نديرو فوق البوطه وغادي نقص عليه وغادي نخليه حتى كيطيب. غادي تقيس التفاح تقيس البعويد غير كيدخل فيهم الماء صافي غطابو، كنحيدو فوق البوطه. من بعد ما كيطيب وكنحيدو وكنديرو في الطبيسين وكنمعكو بالفرشيطه، كتمعكو مزيان بالفرشيطه باش ما تبقى حتى شي حاجه صاينه توصل للحلق ديال الرضيع وتخلقو، كتمعكوها مزيان بالفرشيطه. كيكون من كيطيب كتمعكوها مزيان بالفرشيطه وكتعطيوها الرضع، راه صحيه وزوينه بزاف. وتيكون بحال هذا الشكل هكا، كنمعكوها كما الشرق طيب مزيان، غير كتمعكوه يعني دغيا كيتمعك بالفرشيطة صافي. وكنعطيوه الرضيع، راه زوين بزاف بزاف وصحي. كنتمنى نكون فدتكم، ومرة مرة غادي نبقى نلوح لكم وصفات ديال الرضيع باش كيستافدو الأمهات الجداد. شكرا لكم.